السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد معايا في قناة هيبا بلانيت. إذا كنتو أول مرة كتشوفوا القناة ما تنسوش تابوناو في لاشين بالضغط على سابوني أو سبسكرايب أو اشتراك. اليوم إن شاء الله فيديو جديد كيف ما كتشوفوا التحلية كتجي زوينة بزاف بالخوخ. بقاو معايا باش نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير اللي غنحتاجو عندنا 3 كيسان ديال عصير الليمون، وعندي هنا 4 ديال الخوخات صغار مقطعين مربعات بالقشره ديالهم، الا كانوا كبار غديروا غير 3. عندي 3 المعالق ديال السنيده ديما كتبقى حسب الذوق، و 3 المعالق ديال النشا. غادي ناخذ الكاس ديال الطحانه الكهربائيه، غادي نضيف ندير الخوخ، من بعد نضيف عليه الليمون، وغادي نحتفظ بواحد الكميه صغيره تقريبا واحد كاس لا ربع باش نخلط به النشا والسنيده. كيف ما غادي تلاحظوا غادي ناخذ واحد جبنيه تكون صغيره، غادي نخلط فيها ديك السنيده مع النشا صافي، ونضيف عليهم داك الليمون، ونضيف كل شيء في الخلاط الكهربائي وغادي نطحنهم. غادي نوضع الخليط في واحد الكاسرونه، نوضعهم فوق النار، يبقاو حتى يعقد لي الخليط تصبح عندي واحد الكريمه. عاد ديك الساعه غادي نزولو من فوق البوط. الديسير ديالنا من بعد ما صبر واحد الكريمه صافي. دابا غادي نطفي لي البوطه، نخلي غير شويه يدفى ونبدا نديرو في الكيسان. هنا كيفما كتلاحظوا غادي نبدا نعمر الكيسات ديالي بهذا الخليط صافي، وغادي نخليهم حتى يبردوا واحد شويه عاد ندخلهم للثلاجه. الشكل النهائي ديال الديسير ديالنا، نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. كما كتشوفوا الشكل الداخل ديالو كيجي كريمي، انا زينته بقطع ديال الخوخ، كيجي الشكل ديالو زوين ومذاق رائع. نتمنى انكم تجربوه وتلايكيو ليا الفيديو الى عجبتكم الفيديو، ولا كنتو اول مره كتشوفوها تابوناو في لاشين
ونتمنى انكم تخليوا ليا التطبيقات ديالكم وتفتهم ليا في الانستغرام، غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. وشكرا على المشاهده.